صباح الفل على حضرتك صباح واهلا الفل بيك. كريم، صباح الفل. صباح الفل. صباح ومبادرة الفل. حلوة جدا، وانت الموضوع مش وليد امبارح او النهاردة، انت من 2014 في هذه المبادرة، وكان ليك برضو علاقة بمبادرة بتاعت درجتك صحتك وتكرمت على اساسها. يعني ايه حكايتك؟ لا اولا حبك للعجل ايه جات منين؟ يعني خلينا نعرف. اولا انا سعيد جدا ان انا يعني ضيف في قناة الاهلي. ثانيا المبادرة بتاعتي اسمها هنشوف بلدنا على العجلة، هي مبادرة أطلقتها في 2014 شهر 8 بالتحديد. أنا اسمي محمد محمود أبو عزيزة الشهير بمحمد المصري، من قرية حس طبار بمركز بسيون بمحافظة الغربية. طبعا مركز بسيون غني عن التعريف. وإحنا كشباب أخذنا الكابتن محمد صلاح نموذج مشرف وتشجيع لينا في حياتنا. السفر بالعجلة هو جزء من حياتي حاليا. الناس كمان يعني في بداية الكلام عايز أقول إن أنا مش متفرغ أو مش دي الحياة الأساسية في حياتي، فمقيم دي هوايتك أو ده الشغف بتاعك؟ بالظبط، كل شخص مننا بيكون عنده الهواية وعنده المهنة، ولكن الفرق إزاي إن هو يجمع بينهم الاتنين. وحضرتك طبيعة شغلك الأصلية إيه ومهنتك؟ طبيعة شغلي الأساسية أنا نجار موبيليا، عندي ورشة موبيليا، والدي اللي معلمنا في الورشة ديت، فالحمد لله أساسنا وشغلنا هو الموبيليا. ولكن شكلك العام لا يوحي ان انت من بسيون ولا يوحي ان دي خلفيتك المهنيه. ربنا يبارك في عمرك. تسلم. اتفضل. فدي شغلتي، علشان الناس بتقول مامته وباباه اللي بيصرف عليه. انا من قريه ريفيه بسيطه جدا، عايش في مجتمع ريفي، بشتغل بضغط وبضغط نفسي في الشغل وفي العمل علشان اقدر افرغ الطاقه السلبيه او الطاقه اللي عندي على الطريق، اشوف اماكن جديده ما اعرفهاش. ليه اخترت العجله؟ حلو ده. ليه اخترت العجلة؟ العجلة بتخليني جزء من الطبيعة اللي بمر بيها، بكتشف كل تفاصيل اللي أنا بمر بيها. طبعا في الفترة الأخيرة طبعا كنا بنعاني معاناة شديدة، الناس مش متقبلة الفكرة، الأهل نفسهم برضو أنت بتعمل إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يعني انتوا بتنزلوا جروبس، يعني في البعض بيبقى في الشارع بتبقوا عدد، فالناس مش متقبله الفكره ولا ايه اللي مش متقبل؟ هو مش متقبل فكره العجله اساسا، يعني سواء فرد بشخصه او سواء مجموعه والله. ولكن احنا حاليا في الوقت اللي احنا فيه بعد ما سياده الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لك الرياضه امن قومي، تمام، ويشدد على الامر ده واهتم بالرياضه وبيهتم يعني بالاخص الدرجات، وبدا ان هو يركب وينزل ويتمرن وينزل ويشارك مع الشباب، فبقى امر واقع خلاص. بقى امر واقع وبدات